لم يكن أحد يتخيل أن مواقع الألعاب على شبكة الإنترنت والتي تعتمد على شراء العملات الافتراضية قد تكون أحد الحلقات الهامة في قضايا الاحتيال للاستيلاء على أموال عملاء البنوك. تلك هي الفكرة التي استغلها تشكيل عصابي حتى يصعب على الأجهزة الأمنية تتبع المبالغ المالية التي قام بالاستيلاء عليها. يقوم أحد عناصر التشكيل بالاتصال العشوائي بعملاء البنوك وإقناع كل حالة بأنه أحد الفائزين في سحب عشوائي قام به البنك، ليبدأ في استدراج الضحية لمعرفة بيانات البطاقات الائتمانية بكامل تفاصيلها تحت زعم تحويل مبلغ الجائزة عليها. مالين الرقم اللي جالك؟ 75 لحظات معايا. في رسالة جات لك تاني مكتوب تم استلام 10,000. خير فلان، تم استلام 10,000. اطلع منها بقى يا فندم، في واحدة وصلت تاني 5 أرقام. يحدث الأمر بصورة سريعة لإرباك الضحية وعدم إعطائه الفرصة في التفكير، مستغلا انشغاله بفرحة الفوز. يا فندم في رسالة جات تمنها. كام الرقم اللي بيجي على الرسائل كام عند حضرتك؟ بعد ما جالي الباسورد اديتهوله، طلب مني أنا اديتهوله. بعد كده قال لي ان هيجي لك مسجات تفعيليه ان البيانات كلها اتفعلت. استنيت معاه على الخط فتره، للاسف ما جاليش حاجه. ده اللي خلاني رجعت لخدمه عمومه البنك. لما رجعت البنك قالوا لي ان انا اتسرقت. وبمجرد الحصول على البيانات يبدا في سحب الارصده من البطاقات الائتمانيه واستخدامها في عمليات شراء عملات رقميه من مواقع الالعاب الشهيره، توضع في حساباتهم على مواقع الالعاب ويتم طرحها للبيع بعد ذلك بأموال فعلية على مستخدمي هذه المواقع على طريقة غسل الأموال. بعد ذلك يتم سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي. المتهم الأساسي بيبدأ ياخد الأرصدة المستولى عليها من المواطنين، بيخش على مواقع الجيمينج المنتشر على صفحات الإنترنت ويبدأ يعمل عمليات شراء من الفيزا بتاعت المجني عليه بالرصيد اللي موجود كله، سواء عنده مثلا 1000 أو 2000 لحد 150 أو 200,000 جنيه. وبعد كده بياخد الفلوس من مشترين النقاط دي، يحولها على خدمة الفون كاش وبيتم صرفها من ماكينات الصراف الآلي. برغم تعقيدات تلك القضية والتحويلات التي يقوم بها عناصر التشكيل لصعوبة تتبعهم، إلا أن الأجهزة الأمنية وما لديها من تقنيات حديثة واحترافية كبيرة في التعامل مع الجرائم المستحدثة كانت لهم بالمرصاد، حيث نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عناصر التشكيل 5 بعد تتبع الاتصالات وحركة الأرصدة باستخدام التقنيات الحديثة. سقط هذا التشكيل العصابي رغم ما اتخذه من إجراءات الحذر حتى لا يقع في قبضة الأمن، واعترف عناصره بنشاطهم الإجرامي وارتكابهم العديد من وقائع النصب على عملاء البنوك بقيمة تتجاوز 2 مليون جنيه، وأضافوا بقيامهم شراء عقار وقطعة أرض من متحصلات وقائع النصب وإيداع باقي المبالغ المستولى عليها بحساباتهم الشخصية بالبنوك. تم التحفظ عليهم جميعا. بيتكلم أرقام عشوائية وكان بيقول لهم ان انتوا كسبتوا فلوس، والناس عادي كان بتدي له اخر 4 أرقام من الفيزا ويقول لهم انا موظف في بنك، ويقول لهم اديني مبروك كسبتوا معانا نقط وادوني اخر 4 أرقام في الفيزا بتاعتكم. مجهود كبير تبذله أجهزة وزارة الداخلية لضبط التشكيلات العصابية التي تحتال لسرقة حسابات عملاء البنوك، ترجم واقعيا إلى سقوط عناصر تلك التشكيلات سريعا في قبضتها رغم صعوبة هذا النوع من القضايا وتنوع أساليب الاحتيال. ويبقى على عملاء البنوك الحذر وعدم مشاركة حساباتهم مع أحد.